عليكم الله يجزيكم كل خير. انا محمد مسلم ابو الوليد من حلب، بحكي معكم مناطق المحرره. ما زال الشبكات مستمره والطيران مستمر، ما ادى الهدنه اللي عليكم عليها روسيا وغير روسيا ما حدا نفذها. الحرب نفس عم نفذ الجماعه ما بيحكوا شيء، بس النظام وروسيا عم بقص المدنيين والطيران. لا زال الاجواء ولا في معابر المدنيه طاول ولا معبر فيه، بالعكس عم بضرب مدنيه وعم بقص المدنيه. المدنيه اللي عم بروح على المعابر بيطلع بضربهم بالطيارات المدفعيه وبوزيكا وحتى بسيفهم بالقناصه. ما في شيء اسمه هدنة طاول. طيب وين هاي المستهدفة، المناطق اللي عم يتم استهدافها؟ والله تقريبا عم بضرب المعارك بالطيران، اسمع صوت الطيارة، أنا عم بحكي معك بالأرض معركة، عم بحكي معك، عم بستهدف المعارك. طيب بستهدف المحور كله، بستهدف حلب كله، عم بستهدف المناطق المحررة بشكل عام وعشوائي، لا بعرف عسكري ولا غير، عم بضرب شلون من كان. جنن هذا زلمه جنن، ايش عم بصير ما بنعرف، العالم جثث الاراضي والجرحى الاراضي، بدنا نحن بس نسقلوا الجرحى ما حدا عم يرد. العالم في الاراضي ما حدا عم يرد علينا. طيب بس انت شو بتشتغل اخي؟ انا ناشط ميداني وناشط ميداني واعلامي العين على الوطن. تمام، شكرا كثير ابو وليد.